بفوز المحليين بهدفين دون رد، ونشاهد الصور الخاصة بهذا اللقاء والهدف الأول الذي سجل. لا أعتقد أنه ليس الهدف، هذه اللقطة أولى خاصة. سيد محمد سكريني، لست أدري لمدى فيه التصوير البطيء في هذه اللقطة، كانت ضربة جزاء، سنحاول العودة إليها بعد لحظات. فالهدف الأول إذن سجل عن طريق ضربة جزاء من طرف بن منصور، والهدف التالي سجله نفس اللاعب، سجل ثنائية بن منصور بهذه الكيفية التي نشاهدها، عمل فردي، ومباشرة سجل الهدف.